دايما بنبدأ معاكم أولى فقراتنا بتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمس تابع فيه مستجدات أنشطة التعاون في مجال الري والموارد المائية مع دول حوض النيل. أيضا شدد سيادته على أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابت العمل المصري الأفريقي المشترك. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع عدد من ملفات عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج. دكتور مدبولي ثمن الدور الفاعل اللي بتقوم به وزارة الهجرة كقناة اتصال وطنية مع أبناء مصر المقيمين في الخارج، وتستمع إلى مقترحاتهم ومطالبهم وتتفاعل معها أيضا. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري. خلال الاجتماع تابع الرئيس مستجدات أنشطة التعاون في مجال الري والموارد المائية مع دول حوض النيل، خاصة ما يتعلق بخزانات حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية، فضلاً عن مشروعات تطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات وأيضاً إنشاء المراسي النهرية. وشدد سيادة الرئيس على أن التعاون مع دول حوض النيل بيمثل أحد أهم ثوابت العمل المصري الإفريقي المشترك، خاصة في ظل ما تمتلك مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، بما يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع المشترك للقارة الإفريقية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة عدد من ملفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. خلال الاجتماع تم استعراض موقف التنسيق والقبول بمؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي 2023-2024، وتمت الإشارة إلى أنه إجمالي عدد الطلاب المقبولين للالتحاق بتلك المؤسسات وصل ل 979,485 طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الفنية، وإن عدد المؤسسات التعليمية المتاحة بيصل ل 323 ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ومعاهد عليا ومتوسطة ومعاهد فنية حكومية ومعاهد صحية والجامعة العمالية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وثمن رئيس الوزراء الدور الفاعل اللي بتقوم به وزارة الهجرة كقناة اتصال وطنية مع أبناء مصر في الخارج للاستماع لمقترحاتهم ومطالبهم والتفاعل معها. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مسؤولي الفرع الطبي بجامعة تكساس سيستم الأمريكية لبحث سبل التعاون المشترك في مجال البحث العلمي بقطاع الرعاية الصحية مع الجانب المصري ممثل في جامعة بادية الخاصة، وده تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية لديها اقتناع تام بأن القطاع الخاص سيقوم بدور رئيسي في هذا الشأن، منوهاً بالتوسع في إنشاء المزيد من الجامعات والمراكز البحثية، كما أكد أن مصر تتطلع لبناء المزيد من الجامعات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب التي تلتحق بالجامعات المصرية سنوياً. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي الثقافي والوطني لدى طلبة الجامعات، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الندوات التثقيفية بجامعات كفر الشيخ وبني سويف وحلوان، وده بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورؤساء تلك الجامعات. وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوات كلمة أشار خلالها للتحديات والأزمات التي تواجه حاضر ومستقبل الشباب وما تقوم به أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة من جهود لمجابهة تلك التحديات ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين. بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة أسوان فريق قادرون باختلاف نظم عدد من الفعاليات لذوي الهمم، واللي أدوا عدد من الفقرات الفنية والأغاني النوبية والوطنية من أجل تشجيع المواطنين علشان يشاركوا في سباق الانتخابات الرئاسية. أما في الأسكندرية فقد اصطف الأهالي أمام لجان الانتخابات رغم صعوبة الجو وسقوط الأمطار. كمان امبارح في العالمين الجديدة كان في إقبال كبير على لجنة المغتربين للتصويت بالانتخابات الرئاسية، أما في الغربية فعمال غزل المحلة شاركوا أيضا بكثافة في الاقتراع داخل اللجان.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، فأسوان أدى فريق قادرون باختلاف اللي بيضم عدد من ذوي الهمم التابع لمديرية الشباب والرياضة في أسوان فقرات فنية، وقدمت الأغنيات النوبية والوطنية أيضاً، وده لتشجيع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وسط أجواء حماسية ووطنية مميزة. في الإسكندرية توافد الأهالي على لجان الانتخابات رغم سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وشهدت لجنة المغتربين حي العجمي توافد عدد كبير من الناخبين وجرى إدخالهم داخل ساحة الحي للاحتماء من مياه الأمطار. في جامعة سوهاج قدم الطلاب مشهد تاريخي في حب مصر بالإقبال الكثيف وغير المسبوق في التصويت في الانتخابات الرئاسية، وشارك ما يقرب من 50,000 طالب وطالبة في التصويت أمس، بما يعكس وعي الطلاب بأهمية المشاركة في اختيار مستقبلهم. في العالمين الجديدة شهدت لجنة المغتربين إقبال كثيف من الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثالث أيام التصويت، واصطف الناخبون أمام لجنة المغتربين في طوابير لاختيار رئيس مصر القادم ولدعم الدولة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، ورفع الناخبون أعلام مصر أمام اللجنة الانتخابية معربين عن سعادتهم في أداء حقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات. في الغردقة نظم الأهالي مسيرة حاشدة سيراً على الأقدام والسيارات جابت أرجاء المدينة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. بدأت المسيرة من أمام جمعية أبناء قوس مروراً بشارع الحجاز ثم لجنة مدرسة رجاك أحد أكبر اللجان للوافدين. في الغربية خرجت حشود عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى أمام لجنة المغتربين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، واصطف مئات العمال أمام اللجنة حرصاً منهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم وأداء واجبهم الوطني تجاه بلدهم. في الشرقية حرص كبار السن من نزلاء دار المسنين بقرية الغار التابعة لمركز الزقازيق على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، واصطحب المشرفون بالدار النزلاء للجنة الوافدين لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات الرئاسية. وفي لافتة إنسانية حرص المستشار محمد عبد السميع رئيس اللجنة على مساعدتهم وتقديم كافة التسهيلات ليهم.